السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الابتدائي، أهلاً ومرحباً بكم في درس جديد من دروس اللغة العربية، وهو الخط والإملاء من الوحدة الثالثة شخصيات خالدة. هيا فلنبدأ. مرحباً أرنوب، ماذا سنفعل اليوم؟ نعم، سوف نكتب جملة الخط ونكتب ما يملى علينا. إن الكلمة حزينة، لماذا يا ترى؟ إن القلم يسألها، لماذا أنت حزينة أيتها الكلمة؟ قالت أنا حزينة لأنني أكتب بطريقة غير صحيحة. ترى ماذا سوف يفعل القلم؟ لنرى. نعم، قال القلم لا تحزني، سوف أساعدك لتكون الكتابة صحيحة. هيا بنا. أحسنت يا قلم، إنها الآن سعيدة. هذا هو القلم، هذا هو القلم تسمو به الأمم، والمجد والكرم يأتي به القلم. هيا اهتفوا معنا، نهواك يا قلم. فلنبدأ. والآن افتح كتاب اللغة العربية عزيزي الطالب صفحة رقم 106 وتابع معي. الآن أقرأ وأكتب بخط جميل. تعجبت جواهر وسألت من هو أديسون؟ تعجبت جواهر وسألت من هو أديسون؟ ترى يا أصدقائي، من هو توماس أديسون؟ نعم، أحسنتم، توماس أديسون هو الذي اخترع المصباح الكهربائي. نعم عزيزي الطالب، هيا اغمض عينيك وتخيل كيف ستكون الحياة بدون المصباح الكهربائي. لذا يجب علينا أن نحمد الله على نعمه الكثيرة. والآن سوف أقرأ وأكتب بخط جميل. لاحظ معي عزيزي الطالب، في لغة العربية أكتب من اليمين، أبدأ من الجهة اليمنى، والآن سوف أبدأ بالكتابة وتابع معي. تا تع تعج تعجبت. أحسنتم، ولا أنسى الحركات، وأترك مسافة بين الكلمة والأخرى وأكتب جواهر. جا جوا جواهر. أحسنتم، ولا أنسى الفاصلة، وأترك مسافة وأكتب و س أ لت وسألت، ولا أنسى نقطتي القول، وأترك مسافة وأكمل. من هو أديسون؟ أديسون. أحسنتم، ولا أنسى علامة الاستفهام. والآن جاء دورك عزيزي الطالب، افتح كتاب اللغة العربية صفحة 106 واكتب جملة الخط بخط جميل. ولكن لاحظ، علينا أن نبدأ الكتابة من الأسفل إلى الأعلى، بمعنى أننا سوف نبدأ من رقم 1 ثم أصعد إلى الأعلى إلى 2 3 ثم 4. والآن عزيزي الطالب سوف أقرأ وتابع معي. فكر أديسون كيف يضيء ظلام الليل، ظل يحاول إلى أن نجح واخترع المصباح الكهربائي. سوف أقرأ مرة أخرى وتابع معي عزيزي الطالب.
فكر أديسون كيف يضيء ظلام الليل. ظل يحاول إلى أن نجح واخترع المصباح الكهربائي. والآن هيا عزيزي الطالب افتح دفترك واستعد. والآن جاء دور ولي الأمر ليساعدنا في إملاء الفقرة. انتهينا اليوم من كتابة جملة الخط وأيضا الإملاء. إلى اللقاء عزيزي الطالب في درس جديد من دروس اللغة العربية. إلى اللقاء. أعزائي الطلاب، لأسئلتكم واستفساراتكم حول درس اليوم تواصلوا مع معلم الصف عبر تطبيق تيمز.